الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع لا فريد سوشيال فينج. الفصل السابع الدليل السابع سد الذرائع. هيك كثير لأدلة أو تم أدلة سد الذرائع إجماعه كتابه وسنته وإجماعه وقياسه ومصالح المرسلية واستحسانه سد الذرائع. الذرائع هي الوسائل. ذرائع يعني وسائل. الذريعة هي الوسيلة والطريق إلى شيء. ذريعة يعني وسيلة ورقبها الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة، قولا أو فعلا. شأو شتا مفسدة بي يا مصلحة بي، أكلم وسيلة ولا مفسدة يا وسيلة ولا مصلحة، شأ قول بي يا فعل بي. ولكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسدين. بلام إطلاق اسم الذرائع تغليب كراو بزوري ذكر بوسيليك ألين كبكي أشياء بلا مفاسد أجينا وسيليك أشياء بلا مفارح. الذريعي يعني وسيلة شبوز قازان جبهت يأتي بوزر أبي بلان بزوري إطلاق بسر وسائل بلا مفاسد أكري. فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع، أجر وترى أمشتاء لباب سد الذرائع يعني تي، فمعنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. يعني أمل لبابتي بابي منعي وكارك كأكيشيب ولا مفسدوه. والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة أو فعلاني كدكيشن ولا مفاسد يا لخوي ذات خويا مفاسد ومحرمة أو كردوانة، وإما أن تكون بذاتها مباحة جائزة يا خذي ذاتي خذاتا مباح جائزا. فالأولى أولا كان كفعلك بكشي ولا مفاسد خوشي بطال وحرام به بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد. يارا فعلك خوشي مفسد به بكشي ولا مفسدش حتما بطبيعتك كشي ولا شر وضرر وفساد، كشرب المسكر المفسد للعقول وكو شربي مسكر كخوي حرامة كشي ولا فسادك تركب ريتي إلا فساد عقل. يا والقذف الملوث للأعراض يا نسبة دان زنا لكتك شرف أبري أو أبا شفالي أكاو داويني بيس أكا لكذي شاء الله داويني بيس. والزنا المفضي إلى اختلاط المياه يا زنا كدكيشي فعلي زنا دكيشي ولا مفسدية كبريتي ألا وتيكالبوني نسب بيكو مياه خلق تيكالبي. ولا خلاف بين العلماء في منع هذه الأفعال، خلاف لبين علماء أنها كهرف عليه خوي حرام بكشي ولا خرافة حرام، وهي في الحقيقة لا تدخل في دائرة سد الذرائع التي نتكلم عنها. لراسدة أم قسمة داخلي دائرة وبازني بربسي وسائل يكي مقصيل يكي نابع لأنها محرمة لذات ذاتا حرامة. أما الأفعال المباحة الجائزة المفضية إلى المفاسد، أما فعلك خوي لخويا مباحة ودروسة بلان أكي شيء ولا مفاسد أو منعك لبرخاس لي فدي ذريعة يعني بو أون نكي شيء ولا فاسد قالوا في خوي لخويا حرامنية بلان شوك أكي شيء ولا حرامي أو ممنوع به، فهي على أنواع أو شيء شن نوعك أو فعل مباحانيك أكي شيء ولا فساده. النوع الأول ما كان إفضاله إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا. أولا وثاني كيشاني ولا مفسدة دقمن كما فتكون مصلحته هي الراجحة، مصلحتك زيادة الراجحة تا مفسدك، ومفسدته هي المرجوحة، مفسدك مرجوحة يعني قرسائي بسرا كراوة أو يترك قرسر لو. كالنظر إلى المخطوبة نظر كما شاكدني أفرتك أتبه دعوائك أكريد أما بكش ولاي فسادك وآهندا والله أما شيء كما يا أول مشهود عليها يا أفرتك كتب وشهادة أتبه بيبيني بكش ولاي مفسده شيء كما علم يا وزراعة العنب يا مثلا كابراء بلا تونكا أجر تري أجر همور بكي بنيجي ميو بنيجي لدوايا تريلي بيابي وتريكيج أقوشري أكريبا مشروب توابي حرامة أو مصلحتك مفسدك نادرة أغلب أو تاني همور أخرى. فلا تمنع هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد. أم فعلانا
منع ناكرين بدليل أوكل لواني مفسدي ليه بياده لأن مفسدتها مغمورة في مصلحتها الراجحة شن كان مفسد كاني شوة ناو مصلحة الراجحة كاني مصلحة الراجحة كاني زيادة وعلى هذا دل اتجاه تشريع الأحكام ولا ترى ما دلالتك اتجاه تشريع الأحكام ردك أم بحثا ولا خلاف فيه بين العلماء ولا بين علماء خلاف نية كأما مفسد مرجوحانا ممنوع النين يعني اشتكى من باب سد الذرائع امشتا انا منع ناكر امشتا مباحانا لبر خاتري او شن كان مفسديك مرجوحي ليه فيابه فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها وعدم انقضائها مع احتمال عدم صدقها فالشارع قبل خلاف مسلم فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها وعدم انقضائها الشارع قبولي كردوة قبول دكات جنك بلا عدم تواب وعدم تواب نبوه لقى الأواء احتماله الرازم وشرع القضاء بالشهادة شريعة حكمي بشاهد كردوة مع احتمال كذب الشهود أكرد شاهد كان يدروك وقبل خبر الواحد العدل مع احتمال عدم ضبطه خبري واحد عدل مقبولة أجرتي لواني أم واحد عدل ضبط توابي النبي ولكن لما كانت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت الشارع إليها ولم يعتد بها بل هم شكا احتمالا مرجوحا راجح نبوني أمانية الشارع كما شاء احتمالات مرجوحان نتدو اعتباري نتدون حالبا النوع الثاني ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا نوعدهم أوجر مباحانية ككيشاني ولا مفسد زورا فمفسدته أرجح من مصلحته مفسدك زيادة لا مصلحتك كبيع السلاح في أوقات الفتن وكو أو تشك بفروشي لوقت فتنة احتمال زوري الشخص لخرافه وفساد وترورة بكاربين يا وكو إجارة العقار لمن يستعمله استعمالا محرما كاتخاذه محلا للقمار يا بإجارة داني باخذوي بوكتك بحرامي بكاريني وكو أوائكا تشويني قمار كردن وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع هذا السب وكو مثال كتر وكو جواندان بخواي مشركة كان لحضور كتك كإنسان أزاني أو نبي حياة أقر نابي متكاني بدأ جنابي خوابا كوابي لم شونا أكيشي بولا إفضاي بولا مفسدك كثيرة وممنوعة به وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمران يا وكو فروشتني هنور بوكسي كوا مشهورة كاحتراف في شكي أوداني أي قوشيتو أي كابة مشروب النوع الثاني ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له نوع السيهم اشتما باحقليكا كأكيشيب ولاي مفسدا لبر أو مكلفك أمشتل اشتيكا بكارين ذيك بوي دانان راوة بوشته دان راو بوشته كتر بفكارين ذي فتحصل المفسدة أويتر مفسدي لي فياده كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها وكو كسيت قبولي ما رب قبولي جاشيتيك ما رب جاشك قبولك كنكاحي بو بكريت لبر خاتري أو طلاق دراو سيبسي طلاق دراو كحلال ببيتو بو طلاق دراكي وكمن يتوسل بالبيع للوصول الى الربا يا كذلك بيعك اكاد بو اوس الرباي بو او الرباي في انجام بدا كان يبيع خرقه بألف نسيئه ويشتريها من مشتريها بتسعمائه نقدا خرقه شيء كان يبيع وكشتك بفروشه بألف نسيئه بهزاري قرض اي فروشه ويشتريها من مشتريها بتسعمائة نقدا لا مشتريكي أسيناء بنوصي نقديو أو دخل زاربتو في إداتو كأنه الريكو في الرباكي أنجام داو والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة لم حالتا مفسدكي راجح ترى حالب هنا إسا اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرايا اختلاف علماء آية أما يكك لأدلي أحكام سد الذرايا يعنى جيغي خلاف بين علماء الأفعال من النوعين الثاني والثالث فعل نوع الدوهم والسيهم هي التي وقع الخلاف فيها
او ايك اختلافي تيايا اتمنعو اتمنعو لإفضائها الى المفسدة ام لا ايا ممنوعا لبرخاتري او ايك يشي ولا مفسدة ويانا فالحلا حنابلة والمالكة قالوا تمنعو حنبلي ومالكة اللين ممنوعا وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع بلام غير اوان وكالشافعية والظاهرية اللين ممنوع نيا ووجهة هؤلاء وجهة دليل شافعية وظاهرية كأمتان أن هؤلاء الأفعال مباحة فعلك أخوي مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة نائتر ممنوع نابي إلا برخاتري أو اللواني بك شيء ولا مفسدة ووجهة الأولين بلام الرياقي بوچوني حنبلي ومالكة كان لسر أوي أن السد الزراعي أصل من أصول التشريع قائم بذاته وتيان السد الزراعي أصلك لأصول قانون جزاري خوي لخويا برفاية ودليل المعتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه الأحكام والدليل المعتبر لأدلة أحكام بناء أحكام لسر ذكره فما دام الفعل ذريعة إلى المفسدة الراجحة والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه فلا بد من منع هذا الفعل ما دام كردويك بكيشي بولاي مفسديك الراجح وشريعتش بوأوها أتوى منع فساد كاو بربسي الريقو كنو كالبري فساد منع بكات فلا بد من منع هذا الفعل أبي أنفع له كأكيشي بولاي مفسدي الراجح منع بكري فهؤلاء نظروا إلى المقاصد إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومآلاتها أمانة تماشاي مقصد فعلك وغاية مآل فعلك أكد فقالوا بالمنع ولم يعتبروا إباحته وجوانا ممنوعة خذي خوي لخويا مباحة جوانا تنداوة شلك أكيش يبوى لاي مفسديك الراجح ليو منعان كذوا وأولئك ظلام قسم كان ترشافعي باقي في تريان نظروا إلى إباحته تماشى وأن كذو خوي لخويا مباحة إتر نتيجة كتشيلي بيابي وكاري كابلاي وايليكا بغض النظر عن نتيجته بقنجاني تشاو لنتيجة فيه فقالوا بعدم منعه ترجيحا للإذن الشرعي العام الوارد فيه على الضرر المحتمل للمتأدي منه وتويانا منع ناكري لبرشي شون يعني أم فعلا منع ناكري أقل إيش ولا مفتديك الراجح وترجيح إجازة الشرعي عامك كواردة يايا أو ترجيحك إلى ترز ضرر محتملة راجحك كليفة يا عزيز ملتفتا ورأي الأولين المانعين هو الأسد بلام رأي أولين كمنعي كان أو باشترو قائم ترى فالوسائل بمعتبرة بمقاصدها هو كاركان بمقصد كان اعتبارك بوب السببي كي أقر بوب السببي حرام خوشي حرام أقر بوب السببي شاكا خوشي شاكا أقر حرام يتكي راجح بو أوش حرام يتكي راجحة وهروها وفي هذا يقول ابن القيم لما بدو لما سلائم القيم أفرمي لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها لبرخاتر أو مقاصد إنسان تيناقات إلا بأسباب الرئيق قال يقنبيك إكيشي ولاي كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها يترق وأسباب كان تابعي مقاصدك يبو اعتبارك له فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها وسائل محرمات معاصي لواك مكروهن ممنوعا ببوني أوان كأتيشن بولاي غاية كانوا ارتباطا بغاية كانوا فيا أبي ووسائل طاعات والقربات في محبتها والإذن فيها جاء يشو كمان خلاف باسكت فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها أوشتانك وسيليم حرام بناها كمكروهن إنسان تيناقوشا والمنع منها منع لأكله ببوني تشيوية بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها ببوني أو أكشي ولاي ما بستك فما بستك محرم معاصية وارتباط في وفياتها ووسائل الطاعة والقربات في محبتها أو اشتاك وسيلة طاعة القربات كإنسان محبوب بلا إنسان ويا بلا شرعه والإذن فيها وشرع جازيتها داوك ببوني أو بحسب إفضائها إلى غايتها ببوني كشانة بولاي ما بستك فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وسيلة مقصود تابع مقصودك وكلاهما مقصود هذا الشان مبسا لكنه مقصود قصد الغايات وهي لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل بلام أمي كان ديبرام مقصودك مقصودة بقصد غاية وهي وسيلة مقصودة بقصد وسائل